مساء الخير، راح نحكي بهالفيديو كيف انا بقدر اعمل كيو على البدالة اكسنتل S200 او سنترال اكسنتل S200. طبعا الكيو بشو بفيدني؟ بفيدني بموضوع الكول سنتر، او لما انا بدي اوزع المكالمات الواردة على البدالة على مجموعة من الاكستنشن بطريقة متساوية. طبعا انا اليوم مثلا عندي مجموعة من الاكستنشن هني كول سنتر، بدهم يستقبلوا مكالمات مشان يخدموا مجموعة من العملاء، فأنا بعملهم كيو، بحطهم جوا وبحطهم جوا الكيو، وهيك أنا بقدر أوزع المكالمات عليهم بالتساوي. راح نشوف الطريقة هلأ. طبعا أول شيء راح نفتح البراوزر، ندخل الاي بي تبع البدالة، الاكسس ادمن اكسون تل الباسورد، راح اروح على بي بي اكس كيوز مثل ما شايفين، راح اعمل اد كيو. طبعا هون كيو نيم فور اكزامبل تيست، والكيو نمبر هو رقم الكيو عندي على البدالة. طبعا في احط انا باسورد مشان لما اي حدا بده، اي ايجنت موجود او اي اكستنشن بده يدخل على الكيو يطلب منه الباسورد. بالنسبة للكيو رينج استراتيجي، طبعا عندي انا اكثر من استراتيجي، في عندي رينج اول انه الكل بيرنوا مع بعض، كل الايجنتس الموجودين بالكيو او كل الاكستنشن. طبعا هون انا عم بحكي ايجنت لانه جوا الكيو الاكستنشن بس يصير جوا الكيو هو ايجنت عمليا، لانه هو عم يستقبل المكالمات وعم يخدم العملاء اللي عم يتصلوا. فراح اقول انه هني ايجنتس. الاستراتيجي انه رينج اول انه يرنوا مع بعضهم، ممكن يكون راندوم، يرن راندوملي كل مرة يرن واحد، ممكن راندوملي ممكن واحد يرن مرتين ورا بعضهم او يستقبل مكالمتين ورا بعض لانه هو راندوم. هلا الريكومندد هو يكون ار ميموري. ار ميموري يعني انا كل مرة ببعت المكالمة على واحد غير اللي بعت له المرة الماضية، بحكي كسيستم من البي بي اكس، وهيك انا بكون وزعت المكالمات على كل الايجنتس اللي عندي اللي عم يستقبلوا مكالمات بالتساوي. طبعا انا راح اختار ار ميموري. طبعا الافيلبل ايجنتس اللي عندي هن نفسهم الاكستنشن، فانا بختار مثلا انه 300 او 301 هني اللي راح يستقبلوا المكالمات جوا هالكيو. طبعا في شويه اوبشن موجوده جوا الكيو هي بتساعدني على اني انا اعمل الكيو، مثل هون اناونسمنت بوزيشن ما في داعي حنحطها نو. هاي لما انا كايجنت بدخل على الكيو بسمع انه انا مثلا شو البوزيشن تبعي. هلا بيريودك اناونسمنت، رح نفترض انه انا عم اتصل من برا كعميل وعندي كل الايجنتس مشغولين مع عملاء تاني، شو الحل هون؟ طبعا مشان ما انا اخسر العميل واخسر مكالمته رح اوديه على كيو تاني اللي نحن بنسميه waiting queue، وباي ديفولت هيك بصير waiting queue، والعميل هونيك بيستنى لبين ما يفضى احد الايجنتس وهو ياخذ المكالمه. هلا بهاي الفتره اللي هو عم يستنى فيها، في انا سمع المتصل، ممكن يكون اعلان، ممكن سمعه قران كريم، ممكن سمعه موسيقى. فهون انا بحدد شو بدي سمعه بالبيريودك اناونسمنت. هون في اختار، طبعا في اختار من كاستم برومتس اللي عندي انا، كن مثلا ميوزك عملها ابلود انا من قبل. طبعا هون في اعدادات انه انا ليف وين امتي لازم تكون يس، وجوين امتي لازم تكون نو، مشان ما انا اقدر اعمل جوين على او استقبل مكالمه الكيو يكون ما في ايجنت ولا اي ايجنت موجود. ورينج ان يوز لازم يكون نو مشان البيزي
بي بي اكس ما تبعت المكالمة على الايجنت البيزي، تبعته على الايجنت الفري. وبس هيك انا بكون عملت كيو، راح اعمل سيف، راح اعمل ابلاي تشينج. طبعا انا مشان فعل هذا الشيء راح اروح على اي في ار، وهون انا من الاي في ار بعد الرساله الترحيبيه اللي بيسمعها المتصل من برا، على سبيل المثال راح اضغط 1 راح يوديه على قسم مثلا خدمه العملاء. انا راح اوديه هون مثلا 1، لما اضغط الاكشن راح يكون كيو، راح اختار الكيو اللي انا عملته اللي هو تيست، سيف، ابلاي تشينج. وهيك انا بكون عملت كيو لم اي متصل بيتصل على البدالة تبعي وبيسمع الرسالة الترحيبية، لما يدخل 1 راح يوديه على الكول سنتر اللي عملته او الكيو اللي عملته، وهيك راح يكون راح احد الايجنت يستقبل المكالمة ويشوف شو بده المتصل. وشكرا.